بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ما هي أركان الصلاة؟ نعم، من يعرف أركان الصلاة؟ نعم يا أخي. الأول أربعة عشر. أسرارات صلاة فرد صلاة أركان الصلاة هي أربعة عشر. يقول صلاة فرد أسرارات ناتو. نعم، يقول الأول القيام مع القدرة، يرتب العلم. تمام، ما معنى القيام مع القدرة؟ أنه لابد أن يقوم، لابد أن يصلي قائما في الفريضة أو في النافلة. في الفريضة فقط. إذن القيام ركن من أركان الصلاة في الفريضة فقط. نعم، اصبر. نعم الشيخ. ما مسجد بفرض صلاة لم يجلسه مع القدرة، يعني غير القادر يسقط عنه القيام، كأن يكون عاجز أو مريض. نعم، فسرته. تمام، فإذا كان يستطيع أن يقوم نصف القيام، يعني يقرأ نصف الفاتحة، نقول لابد تقوم. جاء المرض، جاء التعب، تجلس. نعم، نقوم من جلسة بقماش، نقوم على اللبات لفرض صلاة بقماش كامل. الثاني تكبيرة الإحرام في الفريضة أو في النافلة؟ في الفريضة أو في النافلة. نعم، تكبيرة الافتتاح يا جمال، تكبيرة لفرض لسنة. هل تكبيرة الإحرام هي رفع اليدين؟ هل تكبيرة الإحرام هي رفع اليدين؟ الجماعة ساتنا واسم من دنة تقول قول الله أكبر، هذا تكبيرة الإحرام. نعم، الله أكبر يمني وكالة ويمك فجاء تكبير عمد بالو. نعم، بعد هذا قراءة الفاتحة في الفريضة أو في النافلة؟ في الفريضة أو في النافلة، في السرية وفي الجهرية وفي كل ركعة، ولا تسقط الفاتحة بحال من الأحوال إلا إذا أدرك الإمام راكعا يكبر ويدرك الركوع مع الإمام وتحسب له ركعة. نعم، فاتحة مقرات فردنا وشغل مكرابة قصر ومكرابة فاتحة عيسك إمام كالركوع ليلاق إن يصوب الشاكة ومستقر بفرد بنفل صلاة وشغل مكرابة قصر ومكرابة لسقا جم لسقا لتكتعين لهم لا تكتب. نعم، لابد أن نعلم الناس الفاتحة. نعم، فاتحة للناس تنرسون يقلنا، لأن الآن إذا لا يحسن قراءة الفاتحة الصلاة باطلة. فاتحة تقرى صلاة وجكرا. عندنا من يقول الذين، عندنا سوتشين يقولوا لا يقول الذين، فأنت تقول لابد تخرج لسانك حتى تخرج هذه الكلمة صحيحة. نعم، الذين يعلموا، الذين طلبوا كرام شراط الذين يعلموا ينبوهم. نعم، طيب أنا أسألك سؤال الآن، هذا إذا لم يصلي النافلة عليه شيء؟ لا، ليس عليه شيء، صحيح؟ نعم، ترفع سجدة سو ترفع على مسجد وتشجيع دبته. فهذا قال أنا إذا لم أصلي النافلة ليس علي شيء، فأصلي النافلة بدون قراءة الفاتحة، إيش رأيك؟ بيني لي صلاة ترفع دبنين نجرجل ترفع صلاة ترفع سلوانة ترفع مسجد تلاله يا الفاتحة بيلن من النمل. أعيد السؤال مرة أخرى. صلاة ترفع صلاة يريد يصلي النافلة دون أن يقرأ في الفاتحة، يقول لو لم أصلي النافلة كاملة ليس علي شيء، فأنا أصلي بدون قراءة الفاتحة النافلة فقط. نعم، ممكن أو لا؟ ترفع صلاة بعد مسجدين تطيق يا دلهم الله يطيق من ترفع صلاة، سلالي ترفع صلاة كلا لبي
ترف صلاة بس أجري على ثانية من تشكر الله بولو بيب من دنو مرساجين. نعم لا يمكن يا أخي، هذا إذا لم يصلي ليس عليه إشكال، فقال أنا أصلي دون أقرأ فاتح. نعم لا إشكال، نقول صلي بدون فاتح، ما المشكلة؟ نقول إما تصلي الصلاة كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها ولا تأتي مبطل، أو لا تصلي هنا النافلة فقط، أما لا يصلي بالكلية لا. إذن هذا الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم صحيح؟ نعم. ولا الصلاة باطلة نحكم عليها، ليس على ما تحب تصلي، مفهوم؟ تمام. قال يا سجد بلا سنة يبنتها فهو ما تشلها صلاة سجد الله بلا لا ترف صلاة تقوم هجل شارت مسفر تالات فرد عفرد الله يا لفاتها صلاة يده من أمن الله انجي يا سلم اتباعه نفل بيهون يا لفاتها صلاة يده من أمن الله. تمام. الركوع ركوع ما أقوم بس الاعتدال من الركوع. الركوع كان هو ما من نسات السجود. لا ما قال السجود فقط. السجود على الأعضاء السبعة. السجود على الأعضاء السبعة. بصلاة أكالو سجود ما. الجبهة والأنف واحد، وباطن الكفين والركبتين، وباطن أصابع الرجلين. نعم. بصلاة أكالو ست ناقم بارو بعد التسبع لين هو لا تقول بتوشو. መዳፎቹ እንደገና የተረከዙ የዚህ የእግሩ እጣቶቹ نعم والرفع منه ከእሱ ደግሞ መነሳት لا والجلسة بين السجدتين والجلسة بين السجدتين نعم نعم بأول السجود مكاكل مكامات عنده الموالاة بين و ترتيب بين الأركان إذا لابد يرتب. نعم بفرضتنا بفرضت مكاكل تراوتنا تبك فرضنا الموالاة بيننا والطمأنينة في جميع الأركان. ما معنى الطمأنينة؟ لابد يطمئن، يعني تحصل الطمأنينة في الغالب بأن يقول الذكر الواجب في كل ركن. لو قال في ركوعي سبحان ربي العظيم حصل الطمأنينة في الغالب. تمام. يعني ما يقرأ الصلاة نقرأ. نعم. ترى يعني طول ما سجد بمساجد بعد شوف الصلاة طمأنينة يقدنو يبتلي فرد فرد أذكار وشين وهي مواجب أذكار وشين يذكر بعد شوف يهال عندنا بجميل بعد شوف يهال تستطيع بكندل يجيل ذا. نعم. والتشهد الأخير خرج بهذا التشهد الأول. نعم. يبدأ الرشاء تحية تقرعة والجلوس له لابد يتشهد وهو جالس ركن. نعم. الصلاة الإبراهيمية على النبي عليه الصلاة والسلام. صلاة الإبراهيمية أسرى الأطفال أسرى الأطفال وفيها أن أهل السنة يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب آل البيت، ورد على الرافضة هذا. لماذا؟ لأنهم جعلوا الصلاة الإبراهيمية ركن من أركان الصلاة، تبطل الصلاة بترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح؟ نعم. أهل السنة والجماعة من دياتشو نبيون ودداتشو يصلاة لي صلاة الإبراهيمية يا أردالو بروافق واشتكاراني من السجن هنا نايو و أتلمنا صلاة قوى صلاة الإبراهيمية إلى اللبت بالشرع لانو و والتسليمة ما شاء الله ولا تبدينا بعد ما أنتم السلام عليكم السلام عليكم.